قصتنا التالية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بسرعة كبيرة بسبب شدة وهول ما حدث. فماذا حدث؟ انتشرت فيديوهات وصوراً لحريق كبير شب في مبنى سكني في حي بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث خلف الحريق 19 قتيلاً من بينهم 9 أطفال. الحريق أدى إلى نقل 32 شخصاً إلى المستشفيات في ظروف خطرة، ووفقاً للمسؤولين فإن إجمالي عدد المصابين يبلغ 63 شخصاً. تم العثور على الضحايا في كل من طبقة من طبقات المبنى بعدما تصاعد الدخان إلى أعلى المبنى الذي يضم 19 طبقة، وكان العديد من الضحايا يعانون من سكتة قلبية إثر استنشاق الدخان. أما بالنسبة لمصدر الحريق فوفقاً لرجال الإطفاء، البداية كانت في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث، وتسبب فيه جهاز تدفئة احتياطي كان في غرفة نوم أحد السكان، ترك باب الشقة مفتوحاً ما أدى لانتشار الدخان في باقي المبنى. فلنتابع البعض من اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لإطفاء الحريق وإنقاذ السكان. منظر مروع ومؤسف بكل تأكيد، وبالطبع كان للكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يقولونه عن الحريق من دعوات ومساندات للمتضررين. فلنتابع البعض من هذه التعليقات، والبداية مع ميليسا حيث غردت وقالت: في تلك الأزمات لا يفرق لون البشرة أو الانتماء لأي حزب سياسي. بينما قال أنيس: أنا أقرأ الخبر وأشاهد الصور الآن، إنه أمر مفجع، أرسل التعازي إلى كل من فقد أحد. وأخيراً علقت باتريشيا: رجال الإطفاء هم الأبطال المجهولون الذين يؤدون وظائفهم بشكل رائع. ولم يكتفي رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط بإرسال التعازي والتضامن عبر كلمات بسيطة، بل قاموا أيضاً بمنادات للتبرع للمتأثرين من الحادث. وعلى هذا الأساس تم إنشاء عدة حسابات من قبل جمعيات خيرية في نيويورك للتبرع لمساعدة الأشخاص المتضررين من حريق برونكس. شاركونا أنتم أيضاً مشاهدينا ما هي أفضل الطرق برأيكم لمساعدة المتضررين في مثل تلك الظروف. قصصنا مشاهدينا مستمرة، ولكن نتابعها بعد الفاصل.